مرحبا بكم. هل فكرت يوما في التحدث مع شخص ما في أحلامك؟ يبدو الأمر وكأنه من فيلم خيال علمي، أليس كذلك؟ لكن خمن ماذا؟ الأمر ليس بعيد المنال كما قد تعتقد. نقدم لكم ريم سبيس، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية من كاليفورنيا، تثير ضجة بدعاء مذهل. في 20 سبتمبر 2024 أبلغوا عن أول اتصال ثنائي الاتجاه على الإطلاق بين شخصين أثناء الحلم الواضح. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح، التحدث أثناء نومك حرفياً. حسناً، كيف فعلوا ذلك؟ كان لدى ريم سبيس مشاركان في المنزل مزودان بأجهزة خاصة لمراقبة الموجات الدماغية. تلقى أحد المشاركين كلمة عشوائية أثناء وجوده في حلم واضح، وبطريقة ما تم نقل هذه الكلمة إلى المشارك الثاني الذي كان يحلم أيضاً. إنها مثل غرفة الدردشة أحلام. حسناً، قبل أن نتحمس كثيراً، دعونا نضع في اعتبارنا أن هذه النتائج لم تتم مراجعتها من قبل الأقران بعد، لكن الاحتمالات مذهلة. تعمل ريم سبيس على لغة أحلام تسمى ريميو، وجهاز يسمى لوسيد مي برو. يمكن أن يحدث ثورة في طريقة تفكيرنا حول النوم والأحلام. تخيل أن تكون قادراً على توصيل أفكار معقدة أو حتى تعلم مهارات جديدة أثناء نومك. يتصور مايكل رادوغا، مؤسس ريم سبيس، مستقبلاً حيث يكون التواصل في الأحلام مجرد جزء آخر من حياتنا اليومية. فكر في التطبيقات المحتملة، من علاجات الصحة العقلية إلى التدريب على المهارات. السماء هي الحد الأقصى. الآن قد يبدو هذا وكأنه خيال علمي، ولكن مع التقدم في علم الأعصاب وأبحاث الأحلام الواضحة، فإننا نقترب من جعله حقيقة. أصبحت فكرة مشاركة الأحلام في الوقت الفعلي أو الحصول على تجارب أحلام جماعية أكثر منطقية مع مرور كل يوم. لا تزال الأيام الأولى، وهناك طريق طويل لنقطعه قبل أن يصبح التواصل في الأحلام سائداً. لكن الرحلة إلى عقولنا الباطنة هي رحلة رائعة، مليئة بإمكانيات لا يمكننا تخيلها بالكاد. هل سترقى هذه التكنولوجيا إلى إمكاناتها وتغير الطريقة التي ننام بها ونتعلم ونتفاعل؟ الوقت فقط سيخبرنا، لكن هناك شيء واحد مؤكد، يعد مستقبل التواصل في الأحلام بأن يكون مغامرة مثيرة. لذا في المرة القادمة التي تغفو فيها، من يدري، قد تستيقظ بعد أن أجريت محادثة مع شخص ما في عالم الأحلام. أحلام سعيدة، وأبقى على اتصال لمزيد من الاكتشافات المذهلة. شكراً لك على المشاهدة، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك وتشغيل رمز الجرس لمزيد من المحتوى المذهل. حتى المرة القادمة، احلم بأحلام كبيرة.